هذا فيصل الفايز تحديدا هو من تولى رئاسة حكومة، نواب، ديوان ملكي وأعيان؟ يعني ليش أنت دون سواك؟ ويمكن أن حضرتك الشخص الوحيد صحيح. بالمملكة الذي تولى هذه المناصب الأربعة. صحيح. أنا شو اللي بيميزك عن غيرك؟ سيدي يعني شوف، هناك عدة أسباب طبعا، الحظ بيلعب دور كمان، لكن أنا نشأت في بيت سياسي. يعني جدي الله يرحمه متقال الفايز، وهو كان طبعا شيخ مشايخ القبيلة، شيخ مشايخ بني صقب، عاصر أو يعني كان في فترة العهد العثماني، وعاصر الإمارة، وعاصر فترة من الحكم البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، عندما نعم. قبل قدوم الملك عبد الله أو الأمير عبد الله إلى شرق الأردن عام 1921، وعاصر المملكة، وعاصر ثلاث ملوك هاشميين هم عبد الله الأول وطلال بن عبد الله والحسين بن طلال رحمه الله جميعا. وكان يعني لعب دور كبير في نشأة الدولة الأردنية. فأنا تربيت في بيت جدي وبيت أبوي، اللي أبوي كمان كان وزير لعدة مرات، وكان رئيس مجلس النواب، وكان نائب رئيس وزراء، واستلم في فترات صعبة يعني سياسيا صعبة، ولكنك تفوقت عليهم بعدد المراتب. يا سيدي الحمد لله، الحمد لله. يعني وين الحظ لعب معك؟ قلت لي الحظ يا سيدي، يعني أنا وين الحظ؟ أنا تعتبر أنه الحظ لعب معك بحياتك السياسية؟ أنا خدمت مع جلالة الملك عندما كان قائدا للقوات الخاصة عام 1993، تعرفت عليه. فجلالة الملك كان يعرفني قبل 99، يعني من بين 93 و 99 لما استلم العرش جلالة الملك. نعم. أنا كنت قريب إله، فكان في علاقة قوية بيني وبين جلالة الملك. لكن أنا كمان يعني تعبت على حالي، يعني مش أنه نزلت مثل ما بقوله بالباراشوت. يعني أنا خدمت 20 يعني سنة بالدولة الأردنية. أنت عندك إرث سياسي من أيام جدك جدي وأبوي، لأبوك وجدي كمان من أمي. نعم. كان كمان رئيس مجلس نواب ورئيس ديوان ملكي. يعني وزير. أنت اليوم يعني تستثمر هذا الإرث السياسي اللي وردته وكمان عيشته وبنيت عليه. وبنيت عليه.